محمد بالنسبه لرونالدو وميسي، والله احنا كنا بننزل التمرين فنخرج مثلا لميسي جايب هاتريك، الماتش اللي بعده رونالدو جايب سوبر هاتريك، الماتش اللي بعده ميسي جايب جولين. قال انا مش عارف الناس دي اللي الموضوع صعب ولا ايه. فهو بعد في الوقت ده فعلا محمد بدا يفكر نفس تفكير الناس دي، ان انا كل مباراه لازم اخد المباراه بمباراتها. يعني انا النهارده مثلا جبت جول خلاص الماتش خلص ونبدا نفكر في المباراه اللي بعد كده. هو كان بيحب ميسي جدا، لان اصلا حتى كمان احنا عندناش، انت عارف ان النادي المقاولين ما فيهوش جمهور، لكن الناس اللي كانت بتبقى موجوده كانوا دايما في لما بينادونا قبل المباراه كده واحنا بنسخن صلاح يا ميسي، كانوا مسمينه صلاح ميسي. هو كان بيحب ميسي جدا، بعد ما سافر اوروبا احترم رونالدو جدا، احترم الشغل اللي رونالدو عمله واشتغل على نفسه جدا، فهو احترم فيه ده. فهو بدا كمان يبص ان انا لازم احترم الشخص اللي هو ممكن وليكن مثلا عنده موهبة وليكن 70% ولا 60% واشتغل على نفسه 40%. فدي من الحاجات اللي محمد برضو كان حاططها زي ما قلت لك، كان بيحب ميسي جدا في وقت من الأوقات، لما سافر أوروبا وشاف رونالدو وشاف الشغل اللي، لأن خلي بالك احنا برضو بنتفرج في حاجة وكواليس جوه الأمور دي بتبقى حاجة تانية خالص. فهو بدأ يبص الحتة دي، إن أنا لازم أجدد طموحي كل يوم. فعلا زي ما كابتن سيد قال، محمد كان في مباريات، يعني افتكر قبل مباراه تشيلسي اللي هو سجل فيها، ان هو قال انا ما حدش يعني احسن مني في اي حاجه، انا ليا رجلين وهم لهم رجلين، انا راجل باكل كويس جدا الحمد لله، ما باكل كويس جدا، انا بتمرن كويس وهم بتمرن كويس، ليه ما انزلش المباراه بهدف ان انا افضل لاعب في المباراه النهارده؟ وبالفعل خد احسن لاعب في المباراه، وهو كان هو ده طموحه، ان انا كل مباراه لازم اطلع افضل لاعب في المباراه. موضوع ان هو كان بيبقى طالع زعلان او حاجه زي كده، ده فعلا من حته الاداء والكلام ده كله. فمحمد بصراحه يعني كان راسم لنفسه حاجه عشان يوصل له فيه دلوقتي. هو كان بيحب ميسي في الفتره دي، فاكيد هو لو بيحب ميسي بيحب الفرقه بتاعته تمام في الفتره دي، لكن الموضوع كله في النقطه الثانيه، انا بتكلم ان هو كان بيشجع زيه زي اي حد فينا، متحمس جدا وعايز يتفرج على المباراه وكل حاجه. برشلونه في الوقت ده، انا بتكلم في الوقت ده هو كان بيحب ميسي زي ما قلت لحضرتك. بعد كده لما سافر، انا خلي بالك انا برضو عشان يعني النقط اللي زي دي لازم يكون بتكلم فيها بكل صراحه، هو كان بيحب ميسي. موضوع ان هو كان بيشجع برشلونه في الوقت ده انا ما اقدرش اجزم بيه، لكن هو كان بيحب ميسي جدا. لما سافر اوروبا بدا يحترم في شخصيه رونالدو، ان هو بيشتغل على نفسه كتير جدا ووصل للحاجه دي، لان رونالدو في ناس كتير ممكن تبقى شبهه، لكن ان انت تطور من نفسك وتحافظ على نفسك وتتمرن وتوصل للي انت وصلت له ده، فده حاجه لازم الناس تحترم اي حد عليها يعني برشلونه يعني. بس انت لو سالتني دلوقتي قلت لي صلاح نفسه يروح فين، مش هيبقى برشلونه. انا بقول لك خلاص انت بقيت في حته دلوقتي تانية خالص، انت في حاجه فرق ان انا بحب، وفي فرق ان انا بشوف مصلحته تبقى فين.